السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله كمرحلة متطورة نسبيا من مراحل العمل اللي بدأناها مع بعض في مشوار الدورات، هنبدأ مع بعض مشروع متكامل لإنشاء ماكينة أو لعمل سيستم مكنة كامل من الماكينات. خط الإنتاج ده أنا بالفعل نفذته في 4 خطوط إنتاج، والخط بيعمل الحمد لله بكفاءة، وهنبدأ مع بعض نستعرض الخطوات دي اللي هتشمل تطبيق كامل على كل اللي احنا اتعلمناه، وربما يكون فيه كمان اضافات واحنا شغالين لبعض الحاجات دي، اضافة الى فكري في البرمجة، ودي طريقة من ضمن الطرق اللي ممكن يبقى منها مختلف. كل واحد مننا يبقى له طريقته في التصميم او طريقته في العمل، دي بتختلف من شخص الى اخر، لكن هي من ضمن الطرق اللي انا بفكر ازاي هنتعامل في شكل خطوط عريضة، وفي بعض الاحيان ممكن نتعرض لبعض التفاصيل، وكل مرحلة إن شاء الله هنستعرضها مع بعض تفصيليا هنعمل فيها إيه. زي ما قلت هنبدأ مع بعض إن شاء الله هنعمل برنامج بي ال سي، وهنعمل برنامج اتش ام اي للتعامل مع المكنة عن طريق برنامج الوينس سي فلكسيبل، وهنشغله على جهاز بي سي وليس شاشة من الشاشات، إضافة إلى دوائر التحكم المختلفة اللي موجودة داخل الماكينة، سواء كانت بتشمل درايفز أو بروتكشن أو إلى مختلف أنواع الكنترول اللي موجودة في الماكينة اللي موجودة عندنا. علشان نعمل الكلام ده لازم الأول نلقي نظرة بسيطة كده على ماكينة صناعة الورنيش دي، هي بتعمل إيه بالظبط، أو صناعة سلك المعزول بالورنيش هي بتعمل إيه بالظبط، وبعد كده نبدأ نتعلم أو نشوف المشروع بتاعنا إحنا هنعمل فيه إيه. مكونات خط الإنتاج الرئيسية اللي موجودة عندنا هي ماكينة سحب نحاس، ودي بنخفض بيها قطر السلك النحاس اللي موجود عندنا من الانبوت، ممكن يكون 2 مللي 3 مللي ايا كان، الى القطر المطلوب. المرحلة الثانية وهي مرحلة فرن التخمير اللي موجود للمكنة، وفرن التخمير ده مجرد ان احنا بندخل فيه سلك نسخنه الى درجة حرارة معينة، وبعد كده بنعمل له عملية تبريد. بنيجي بعد كده الى فرن تحميص سلك، وده بعد السلك ما بياخد طبقة الورنيش الإنامل اللي بتتحط عليه عن طريق دايز، والسلك بيمر جواها، وفي حمام من الورنيش الإنامل دون بنحتاج إن احنا نعمل عملية تحميص للفرن دون وتجفيف. بعد كده بنستقبل السلك بعد ما اتعزل واتحمص، بنستقبله على وحدة استقبال على بكر أو سبولز، بحيث إن احنا بنجهزه للتسويق. دي مكونات خط الانتاج. علشان ان احنا ننفذ هذا الكلام بنحتاج ان احنا يبقى عندنا مجموعة مكونات للماكينة ان احنا نتعامل بيها، بالاضافة الى مكونات للسيستم الكهربي اللي احنا هنتعامل بيه. لو نظرنا نظرة سريعة الى مكونات الخط الكهربية، هنلاقي وحدة السحب بتتكون من موتور رئيسي. الموتور ده ممكن يكون اي سي دي سي زي ما انت عايز، فهنحط كمان معاه مروحة تبريد، والموتور ده هنشغله سبيد كنترول مع دانسر على اساس ان احنا نتحكم في السرعه لما هنربطها بالوحده اللي بعد كده، وبالتاكيد الكلام ده هيحتاج معاه وحده مفاتيح تشغيل. بعد كده وحده التخمير اللي موجوده عندي هتحتاج مننا ان احنا نغسل السلك كويس قوي بعد ما يطلع من مكنه السحب، لانه بيبقى عليه بواقي زيت تبريد، ففي وحده غسيل، وبعد كده في سخانات بيمر عبرها السلك على اساس ان هو يتسخن، وبعد التسخين بنعرضه الى حوض تبريد بالمية وبنغسله مرة تانية بعد عملية التخمير. بعد كده بيعدي على وحدة بخار بتكسبه طبقة من اكسيد النحاس على اساس ان هو بيدينا الشكل اللامع للنحاس، وما بيحصلوش اكسدة لو فضل في الهواء فترة. المرحلة اللي بعد كده بعد ما او اللي هي الوحدة الماستر اللي موجودة في المكنة، اللي هي وحدة الكابستان او الشداد اللي بيشد السلك، ده مجرد ان هو موتور بيبقى الماستر سبيد اللي عندي اللي موجود على السيستم، وبيبقى عليه مروحة تبريد، هو ده اللي انا بتحكم بيه في السرعة الخاصة بالسيستم اللي موجود عندي. خلال الشغل بتاع الكابستان السلك بيمر على مسارات بتتراوح من 1 لغاية 14 مسار تقريبا داخل الفرن، كل مرة من المرات دي بنديله طبقة ورنيش او انامل بتتراوح من 5 مايكرون فور اكزامبل الى 20 مايكرون حسب الانسوليشن داي اللي احنا بنحطها حوالين السلك. وبالتالي وحدة التسخين او وحدة الفرن دي بتحتاج سخانات ان احنا نرفع بيها درجة
حرارة الفرن، ودي بتبقى الفرن ممكن يوصل الطول بتاعه إلى 8 متر أو 7 متر حسب الديزاين الخاص بالفرن، بتتوزع فيه منطقة السخانات، وعشان خاطر دي بتبقى حيز هواء، فبنحتاج مروحة تقليب للهواء داخل الفرن، وفي نفس الوقت نتيجة العادم اللي بيطلع من حرق الورنيش دون، لأنه بيبقى فيه مواد كحولية بيحصل لها ايفابوريشن، فبيبقى فيه وحدة استخلاص للعادم بالديزاين الخاص بالفرن، ففي بيبقى فيه مروحة بتاخد العادم دون وبترميه بره الفرن. في طبعا مجموعة حساسات عشان خاطر تعمل تشيك لدرجة الحرارة في مناطق مختلفة من الفرن، بتوصل في الفرن إلى 7 أو 8 مناطق حسب الديزاين الخاص بالفرن، على أساس إن إحنا بنطمن من توزيع درجة الحرارة داخل الفرن. بالتأكيد هيبقى في مجموعة مفاتيح تشغيل للفرن. بعد كده السلك بيبقى خارج من الفرن درجة حرارته في حدود 450 أو 500 درجة، بيحتاج له وحدة تبريد بعد كل مرحلة من المراحل اللي موجودة في الفرن، وديا بيبقى في مروحة دخول لهواء بارد ومروحة إخراج للهواء، على أساس إن إحنا بنطلع السلك من الفرن وهو بارد. بعد كده بنستقبل السلك على بكرة على حامل استقبال، حامل استقبال ده عشان الكونتينيوتي الخاصة بالمنتج، فبنستعمل دبل سبولر أو وحدة فيها 2 بكرة، بيحصل تشينج أوفر أوتوماتيك للوحدة، ودي بيبقى فيها موتور 1 وموتور 2، كل موتور عليه مروحة التبريد الخاصة بيه، والكلام ده بيبقى مرتبط مع الماكينة بوحدة دانسر إضافة إلى مفاتيح التشغيل. دي المكونات العامة، وزي ما احنا شايفين كده هنشوف ان احنا عندنا وظيفتين متوازيين تماما. الوظيفة الأولى اللي هي عملية مرور السلك، مرور السلك هيبقى مشترك فيها وحدة مكنة السحب ووحدة شد السلك ووحدة استقبال السلك على وحدة على بكرة، وموازي كده تماما ومنفصل عنها، يعني هي موازي ليها لكن منفصل عنها، اللي هي عمليات التسخين سواء كانت في الفرن التخمير أو في فرن التحميص أو عملية تبريد السلك بعد التحميص. العمليتين المتوازيتين دول هم اللي بيطلعوا لي في النهاية سلك معزول بالورنيش مطابق للمواصفات المطلوبة عالميا. بعد ما تعرفنا نسبيا على شكل العملية، دلوقتي هنبدأ الخطوات بتاعتنا تفصيليا ازاي نعمل المكنة بتاعتنا. عندنا هنبدأ نعمل حصر للوظائف الرقمية الديجيتال انبوتس والاوتبوتس لكل وحدة من الوحدات اللي احنا قلناها دي تفصيليا، وفي نفس الوقت نبدأ نعمل حصر للوظائف التماثلية أو الأنالوج إنبوت أوتبوت، العمليات اللي بتتم عندنا لكل وحدة تفصيليا. كمان هنعمل حصر للبيانات اللي المشغل هيقوم بإدخالها للنظام عشان يتحكم فيه، وفي نفس الوقت لمراقبة عمل النظام اللي موجود عندنا اللي احنا هنطلع منها في النهاية خالص بنظام الـ HMI اللي عندنا. كل الكلام اللي عندنا ده لما هنعمل حصر بالكلام ده، مفروض ان احنا هنقدر منه نطلع بالمكونات المطلوبة عندنا في النظام. هنبدأ نعمل زي ما قلنا وظائف اللي موجودة عندنا، عشان نعملها هنشوف عندنا كام وحدة موجودة، وكل وحدة من الوحدات اللي عندنا هنشوف ايه وسائل الحماية اللي لازم ان احنا نحمي بيها النظام، وفي نفس الوقت وسائل التحكم اللي احنا هنعمل بيها كنترول على النظام، والفيدباك اللي لازم لنا من النظام على اساس ان احنا نقدر بيه نحصر الهاردوير كومبوننتس اللي احنا عايزينها. أول وحدة عندنا من اللي هنبدأ نتكلم عليها ببعض التفصيل اللي هو موتور السحب. موتور السحب اللي عندنا دون موتور هيبقى مرتبط ببقية الخط، هيشغل مكنة السحب عندنا بالسرعة المطلوبة للمكنة، هيبقى فيه بارامتر كوريكشن بسيط قوي اللي هو عبارة عن وحدة دانسر لتنظيم السرعة، على أساس لو حصل أي فرق بين مكنة السحب والمكنة الرئيسية هيبدأ فيه كوريكشن عن طريق الدانسر اللي موجود عندي. فهنحتاج طبعا قاطع حماية للموتور وآخر لمروحة التبريد، وهنحتاج درايف لتشغيل الموتور. الدرايف اللي هيبقى موجود عندنا هيحتاج مننا إشارة ران، وهيحتاج ريفرنس، وهيحتاج إن احنا ناخد منه انبوت إذا كان في فولت في الدرايف، والدانسر هندخله عندنا على البي ال سي، مش هندخله على الدرايف، على أساس إن درايف الموتور هيحتاج مننا ريفرنس وان سيجنال فقط. طبعا عندنا الوحدة دي لازم يبقى فيها إمكانية التشغيل اليدوي وإمكانية التشغيل الآلي. التشغيل الآلي هيشتغل، هياخد الريفرنس والكوركشن عن طريق الدانسر وهيبقى مرتبط مع الماكينة. التشغيل اليدوي هيبقى الاوبريتور هو اللي بيتحكم في التشغيل والتوقيف، ودون بيبقى الموتور بيشتغل بسرعة ثابتة، وهندي للاوبريتور الإمكانية إن هو يغير السرعة دي عن طريق بيانات التشغيل.
الكلام ده طبعا هيستدعي ان الماكينه دي هيبقى ليها مفاتيح تشغيل، والكلام ده هنقدر نعمله عن طريق ستاند الون يونت هتبقى موجوده داخل البرنامج يشتغل بيها ماكينه السحب، وهتبقى مرتبطه ب بقيه البرنامج عن طريق الكومون سيجنالز اللي موجوده عندنا. الكلام ده اللي قدامنا لو عملنا حصر ليه وبدانا نجهزه هنلاقي عندنا ان ده بينتج عندي في النهايه خالص سلك جاهز انه يشتغل مع ماستر ماشين اخرى او ماستر موتور اخر هيبقى هو الليدر، وهيبقى الربط ما بينه وما بين الموتور اللي عندنا عن طريق الدانسر سيجنال اللي هتبقى موجوده عندنا، وده اول موتور هيبقى موجود عندنا في اليونت. الوحده اللي بعد كده اللي هي هتبقى في نفس مسار السلك، ودي اللي هتبقى الماستر يونت عندنا اللي هي وحده الكابستان. وحده الكابستان ودي وحده شد السلك في الخط، ودي الماستر سبيد، ودي اللي هيبقى هتعمل تحديد عندي للمينيمم والماكسيمم سبيد الخاصه بالخط، لان دي هتبقى الليدر اللي موجود عندي في الخط. وهنا هنحتاج عندي هيبقى فيه بالتاكيد سيركت بريكر او قاطع لحمايه الموتور وقاطع لحمايه المروحه الخاصه بالموتور، اضافه الى ان هيبقى فيه درايف هنا للتحكم في الموتور، والدرايف هنا هيبقى هو ده الماستر درايف اللي موجود عندي، او هو ده هيبقى الماستر سبيد. طبعا لازم يبقى فيه عندي امكانيه للعمل اليدوي وامكانيه للعمل الالي في الخط، وده هيستدعي وجود وحده مفاتيح تشغيل لتشغيل الوحده اللي موجوده عندي. هنستكمل بيها الوحده الثالثه اللي هي وحده استقبال السلك التيك اب او السبولر لاستقبال السلك على بكر، وهيبقى فيها اثنين موتور زي ما قلنا قبل كده، موتور رقم واحد وموتور رقم اثنين، وكل موتور هيبقى عليه مروحه التبريد الخاصه بيه، وهنعمل ليهم الانبوتس الخاصه بالحمايه بتاعتهم. بالتاكيد هيبقى فيه قاطع حمايه لوحده راس السلك على البكر اللي موجود عندي، اضافه الى دانسر لتنظيم العمل الالي، ومجموعه حساسات لتنظيم عمل وحده الرص اللي موجوده عندنا، ومجموعه مفاتيح للتشغيل، اضافه الى درايف لتشغيل موتور رقم واحد، ودرايف لتشغيل موتور رقم اثنين. وهنحتاج عندنا درايف سيرفو لتشغيل وحدة الرص، وهيكون الدرايف سيرفو بتاعنا دون تو اكسس افقي ورأسي وليس سنجل اكسس، يبقى هيحتاج عندنا وحدة تتحرك افقيا ووحدة تتحرك رأسيا، وديا يعني تفصيلات وحدة الاستقبال اللي موجودة عندنا. ويبقى كده احنا نقدر كده تفصيليا تبقى دي مكنة سحب سلك كامل من اول سحب السلك لغاية الاستقبال على البكر. لما هنعمل كومبينيشن من الكلام اللي قدامنا دون مع وحدة التسخين هنكون احنا كده كوننا مكنة سحب كاملة، وده اللي هنكمل بيه ان شاء الله المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.